يلا يلا. مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا البرنامج النهاردة يتعرض لأول مرة، البرنامج اسمه حديث من القلب. احنا تعمدنا ان احنا يعني نختار الاسم ده عشان اللي من القلب بيوصل للقلب بسهولة، وطبعا ما فيش يعني أجمل من ان احنا نكون واجهة إعلامية شفافة. بتمنى ان احنا نكون كده، يعني نقدم إعلام بعيد عن التزييف، بعيد عن تزييف أي حقيقة بتوصل لنا. الرسالة الإعلامية على فكرة هي رسالة راقية جدا جدا، لأنها أسرع حاجة، أسرع من الفاكس بتوصل للجمهور. طبعا إحنا فريق عمل الحمد لله اللي جمعنا صداقة وحب، وما بين الصداقة والحب صدق. الصدق هو اللي جمعنا مع بعض، انا والدكتوره داليا، او داليا زميلتي. بتمنى طبعا ان شاء الله البرنامج يحوز على اعجابكم، وزي ما اخترقنا منازلكم وشاشاتكم نخترق قلوبكم. ان شاء الله باذن الله هنقدم تقارير في الحلقات القادمه من نبض اسكندريه. اولا احنا سيدات جايين من اسكندريه عشان نعرف نفسنا. يمكن انا مجال عملي اجتماعي، داليا طبيبه بشريه مجال عملها طب، لكن احنا بنشتغل في كل المجالات العمل المدني. انا معايا يعني انسانه جميله قوي النهارده، طبعا المولد النبوي الشريف. قلت لها داليا بعد اذنك، هي داليا غبريال، قلت لها داليا بعد اذنك من فضلك انا يعني ممكن انوه عن المولد النبوي الشريف، يضايقك؟ قالت لي لا طبعا، ازاي، احنا كلنا مع بعض ايد واحده، وكلنا اللي بيجمعنا دايما الحب. فلازم نغطي ذكرى جميله زي المولد النبوي الشريف حبيبي يا رسول الله. فطبعا انا مش عارفه اقول غير ان مصر كلها بجد، مصر كلها يعني اي حد بيقول ان في فتنه، لا أوكي. مصر كلها متكاتفه، مصر مسلم ومسيحي، مصر نسيج واحد وماشى واحده، عمرنا ما هنختلف، عمر ما اي حد هينول بينا، قلوبنا كلها صافيه الحمد لله. خلص. حتى لو في احقاد او ضغائن. اتفضلي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. طبعا شرف ليا النهارده بمناسبه المولد النبوي الشريف. طبعا ربنا يخلي لنا مصر، ويخلي لنا الريس، ويخلي لنا الجيش والشرطه وشعب مصر كله. احنا طول عمرنا نسيج واحد. ونرحب بحبيبي طبعا ان شاء الله معانا طبعا الضيوف الجميله سموره خبيره التجميل. يا سموره خبيره التجميل طبعا الجميله بنتي مطبخ نوشه نشوى العشري، يعني ربنا يخليكم ان شاء الله فريق العمل. ومعانا طبعا الصحفي والاعلامي استاذ محمد قاسم، ربنا يخليك طبعا. طبعا احنا النهارده هيكون اول لقاء لينا من اسكندريه خبيره التجميل، بما اننا القناه بتاعتنا قناه الصحه والجمال، واول حاجه اخترنا طبعا الجمال، فما فيش اراء من احنا نقدم خبره التجميل سمر ابو اليزيد. تقول لنا طبعا كل مره على فكره، كل سته مصريه سواء بقى واقفه في المطبخ او سيده منزل او بتنزل العمل او بنات نازله الجامعه، بنبقى عايزين نعرف الفرق بين الميك اب، بنبقى عايزين نعرف الفرق بين الميك اب في الصباح او الميك اب بتاع العمل واحنا نازلين، وميك اب المساء. اتفضلي يا استاذه سمر، برحب بيكي. انتوا طيبين الاول، ومبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، ومبروك على اول حلقه، نجاح لنجاح يا رب. ميرسي يا حبيبتي. الفرق ما بين الميك اب بتاع الصبح بيبقى اخف من ميك اب بالليل، وبيفضل ان انت ما تستخدميش فونديشن خصوصا يوميا، لانه بيرهق البشره جدا. ممكن تستبدليه بسان بلوك مثلا، او كريم البيبي او السي سي، ده بيبقى نفس الايفكت بس خفيف على البشره يعني. طبعا بلاش الحواجب التقيله قوي ديت في الصبح، ممكن ماسكارا كده او نملى الفراغات بحاجه بسيطه. لو في هالات يعني الصن بلوك مش هيغطي الهالات، كونسيلر بس حاجه خفيفه. طبعا في براندات بس انا مش عايزه اقول عشان ما يبقاش اعلان. طبعا بالنسبه لبعد الظهر بتبقى حاجه الكفر التغطيه التغطيه بتبقى اعلى يعني واتقل. جميل قوي، جميل قوي، جميل قوي. صباح نشوى العشري مطبخ لولا، عرفي نفسك يا ماما. مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين جميعا. انا الشيف نشوى العشري، هقدم لكم النهارده فقره حلوه قوي. هقدم لكم، هعمل لكم شكل كيك ان شاء الله، اتمنى تعجبكم.
تسلم ايدك مقدما طبعا. طبعا المقادير يلا نشوف المقادير. ورقه وقلم. ورقه وقلم. 2 كوب دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه لبن، كوبايه كاكاو خام، كوبايه فانيليا وبيكنج باودر، 3 بيضات. ممكن تقولي المقادير تاني معلش يا نشوى؟ واليوم تاني وبالراحه كده يعني عشان برضو لو حد بيكتب مع حضرتك. كوبايتين دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه كاكاو خام، كوبايه لبن، كوبايه زيت، 3 بيضات، فانيليا وبيكنج باودر. ده سبونج كيك يعني اسفنجي ولا ايه؟ كيكه الاسفنجيه ولا العادي؟ هو شوكليت كيك. شوكليت كيك. يعني الكاكاو هيتحط بقى ازاي مع دي ولا بتفصلي نص ونص ولا؟ لا هو هيتعمل انا الاول هعمل مقادير، هعمل الصوص بتاع الكيكه وبعد كده هفصل، هاخد حبه منهم هشيلهم وبعد كده هضيف بقى بقيه المقادير. بتاخدي قد ايه من الدقيق لو انت عايزه تفصلي جزء من الشوكليت كيك، عايزه تحطي الكاكاو الخام، بتاخدي قد ايه مثلا من العجينه كلها؟ يعني وانت هتعملي العجينه كلها بتاخدي قد ايه تفصلي جزء منه عشان تعملي كيك ولا تعمليها كلها؟ لا بعملها كلها بس الاول بعمل الشوكليت ده بفصله لوحده وبعد كده بضيف عليه الدقيق. بتضربيه في اللبن الباودر الكيك، سوري الباودر الكاكاو، بتضربيه مع اللبن الكاكاو مع الزيت مع السكر مع كاكاو زيت وسكر ولبن. تمام دول مع بعض. وبعدين بعد كده بفصلهم عن بعض، باخد شويه وشويه بسيبهم على جنب، هضيف عليهم 3 بيضات، وبعد كده بنزل بالدقيق والبيكنج باودر. تمام. وطبعا بحط الفانيليا عشان الهواء بقى، تتجنبي ازاي دخول الهواء في الكيك يعني عشان واحنا بنضرب كده يعني ازاي نتجنب بقى دخول الهواء في الكيك او في العجين وانت بتضربي بالمضرب الكهربائي؟ لا لازم تكوني سريعه، تكون سريعه وتكوني يعني المضرب قريبه من الكيك. ما ينفعش في الخلاط مش كده؟ الكيك لا هي بتتعمل في الخلاط للاسف، ممكن في الكبه، ممكن مضرب زي ما حضرتك حابه. تسلم ايديك يا جميله. يعني النهارده واكلين الكيك اهو، حضر النهارده بمناسبه مولد نبا والشريف. طبعا هي في الفرن ما يتفتحش عليها قبل قد ايه؟ تلت ساعة. كويسة. تسلم ايديك المقدمة. سمور. دكتورة غادة اسأليها السؤال. لازم والله انا داليا سوري سمر. كنت عايزة اسألك على برايمر. سمعنا دلوقتي الحاجات اللي يعني بنحاول احنا نحطها حاجة اسمها برايمر. برايمر ده انا كنت عارفة العربيات لكن المبشرة بصراحة مش عارفة. لا عملوا منه المبشرة دلوقتي. هو بيتحط قبل الميك اب. طبعا بيعمل زي طبقة عازلة ما بين الميك اب، ما بين البشرة والميك اب. له مخاطر على البشره يا؟ لا بالعكس، ده بيحمي البشره من الميك اب وبيهيئها بيهيئ كريم الاساس ان هو لو كان برند يعني ولا حاجه. لا لازم يكون برند يعني. براندات طبعا. تمام. بس وبيثبت الميك اب وقت اطول يعني. تمام. كنت عايزه اسالك لو في ندبات في البشره تتجنبيها ازاي في الميك اب؟ يعني ديفوهات كده وندبات او ندبات اللي هي بين الثواني ده من فضلك. في برايمر زي كوريكت كده، لو مثلا في هالات، في اثار حبوب، بقع، كل لون بيبقى مخصص لحاجه معينه. تمام. اتفضلي. ده بنشكر ضيوفنا طبعا، خبيره التجميل سمر ابو يزيد، نشوى العشري، خبيره المطبخ طبعا اهي دلوقتي متقسمه اهي الحلقه الحمد لله. ان شاء الله هنطلع فاصل ونرجع لكم مع الاعلامي الصحفي الجميل جدا استاذ محمد قاسم. شكرا. ورجعنا لكم في برنامجكم حديث من قلب مع الصحفي استاذ محمد قاسم ومع نشوى العشري. عرف نفسك يا استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد اسعد قاسم، كاتب صحفي بمجله اسكندريه وعضو النقابه العامه للعاملين بالصحافه والاعلام. استاذ محمد انا عايز اسالك كده بصراحه وبكل وضوح، شايف الصحافه بدون تشويش وتضليل؟ يعني انا بتكلم وبحترم طبعا الصحافه والصحفيين فوق راسي واحنا كلنا مجال واحد، بس انا بقول لحضرتك دلوقتي نظرتك للصحافه بكل مصداقيه،
في ظروف وفي ظل الظروف اللي احنا فيها من ارهاب من فساد من هل مقفوره يعني المشكلات بتاعتنا مقفورهم؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه، صدق الله العظيم. ودي شهاده حق، بس قبل ما اشهد الشهاده بتاعتي وفقا لسؤال حضرتك بحب انتهز هذه الفرصه الطيبه واقول كل سنه وانتم طيبين لسائر العالم الاسلامي في سائر بقاع الارض، وعلى وجه الخصوص بوجه تحيتي وتهنئتي القلبيه لاستاذنا الجليل الاستاذ مجدي البدوي الاعلامي المعروف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام. كل الاحترام والتقدير له. بقول له كل سنة وانت طيب واختيار موفق. كل اختيار موفق لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام بالإسكندرية، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سمير الشيخ والأستاذ حسن حفني وباقي الزملاء الأستاذ أحمد رفعت الأستاذ أحمد مراد الأستاذ محمد مبروك وأستاذ ممدوح أستاذ سامية ومحمد أسعد قاسم. ألف مبروك لكل القامات والرموز الوطنية المشرفة. الله يحفظك فندم. ردا على سؤال حضرتك، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية الأولى كوزير للدفاع والإنتاج الحربي وقائد عام للجيش، ازدهرت أمور كتير جدا في مصر وصلت للقمة. تمام. وتم الحفاظ على هذا النجاح وتثبيته بعد توليه المسؤولية الثانية كقائد وزعيم ورئيس لجمهورية مصر العربية. حرية الصحافة، حرية إبداء الرأي، حرية الاستماع للرأي الآخر لم تكن موجودة من قبل، كلنا كنا بنعاني منها كعاملين في المجال الإعلامي أو في المجال الصحفي، كنا كلنا بنتعامل من خلال صحافة موجهة من خلال إعلام موجه. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية إحنا حاسين بحرية لما بنمسك القلم بتاعنا وبنكتب مقالاتنا وبننشرها في شتى المؤسسات الصحفية سواء الموجهة أو المؤسسات الصحفية الخاصة، إحنا بنشعر بالتفاعل الجماهيري من خلال المواطنين من خلال المسؤولين، والصحفي دلوقتي بقى ليه اعتبار عن الأول مهما كانت النقابة المهنية اللي بينتمي إليها فهو محل قوة ومحل ثقة. تمام تمام، اتفضلي. دليل طيب حبيبي، ناويين إن شاء الله إيه خططكم إن شاء الله؟ حاجة خدمية، بما أن البرنامج طبعا حديث من قلب، برنامج خدمي لإسكندرية، نقابة العاملين بالصحافة هتقدم إيه لإسكندرية؟ نيابة عن مصر كلها برضو مش إسكندرية بس. نيابة عن أساتذتي الإعلام الجليل الأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والأستاذ الدكتور سمير الشيخ رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام بإسكندرية والزملاء، إحنا من خلال مقر النقابة الكائن بشارع صلاح الدين بالإسكندرية فاتحين أبواب مكتبنا على مدار الأسبوع كامل لتلقي شكاوى المواطنين، بلغات المواطنين. جميل. في أي جهة رسمية تابعة للجهاز التنفيذي للدولة، سواء المحافظة، التربية والتعليم، التأمينات، الصحة، كل ده إحنا على أتم استعداد. معانا رجال من المؤمنين الذين صدقوا مع هدى الله عليه، ناس جاية تشتغل، وده كان اختيار موفق من الإعلام الجليل الدكتور مجدي البدوي. يعني تقدروا توصلوا إن شاء الله بإذن الله لأقرب الحلول، مش هقول لك في مقتضياتكم أو في المحيط اللي انتوا تقدروا صلاحياتكم تقدموها للمواطن المصري البسيط اللي صوته مش قادر يوصلوا لمسؤول كبير. دكتوره غاده، احنا بدانا بالفعل في مشاكل كتير جدا اتعرضت علينا من خلال الجروبات الشخصيه بصفتنا التنفيذيه كنقابيين، واتحلت المشاكل وكان على الملأ، ما كناش بنشتغل من خلال غرف مغلقه ولا من خلال رسائل خاصه. لا، احنا بنشتغل على جروبات عامه متاحه للانضمام من اي مواطن. جميل جميل، ربنا يوفقكم يا رب، وبتمنى كده يا رب يكثر من امثال الرموز اللي فعلا تقدر تاخد بايد المواطن المصري البسيط. انا برضو يعني بحاول ان انا اركز على حته المواطن المصري البسيط، لان في ناس كتيره قوي قوي يعني مش هقول تحت خط الفقر، لكن في ناس مش عارفه توصل صوتها، ما بتبقاش قادره توصل لاي مسؤول بسهوله. فبتمنى على الاقل بصيص من الامل نقدر يعني نوصل صوت الناس البسيطه دي، ومصر بخير، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله مش هينول مننا حاجه، ومصر هتبقى ان شاء الله فأزهل قوتها ويبعد عننا كل الحاقدين والفاسدين ويجمعنا على خير يا رب. انا مش عارفه بقى نوصل نرجع للنشوة تاني ولا نونا بقى الختام بقى عشان ناكله مع بعض ان شاء الله. احنا قدامنا وقت ولا يلا نور قول. خلاص انا كده عملت لكم الكيكه. طب نفكر الناس ما دام في وقت، نفكر بالصوره العامه. قدير احنا كنا عايزين حلاوه
مولد النبوي. أيوة كان المفروض النهارده عايزين تعملينها كده النهارده بمناسبه بعد الهوا. انا كنت هجيب والله حلاوه المولد النبوي بس يعني تاني المقادير بسرعه كده. كوبايتين دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه كاكاو خام، ثلاث بيضات، بيكنج باودر، وفانيليا. والطبق اهو مغري. يلا كل سنه وكلنا طيبين. شكرا جزيلا. اهي الدكتوره غدا شوف برضو الصحافه والطبق. يا ريت الكاميرا تقرب عنا. شكرا 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 جزيلا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ان شاء الله انتظرونا حلقه قادمه من برنامج حديث من القلب. احنا طبعا مش عايزين والله يعني نختم الحلقه، بس بجد كل الحب ليكم مننا، وانتظرونا السبت اللي بعد القادم ان شاء الله. وبتمنى نكون قدمنا حاجه بسيطه كده. طبعا ان شاء الله في حلقات هتسعدكم وتسعد المواطن المصري بصفه عامه والمواطن السكندري، وهنتكلم عن مشكله المراه باذن الله ان شاء الله. سعدنا بكم وانتظرونا ان شاء الله السبت اللي بعد القادم ان شاء الله.